السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبدأ شغل على الأوبن بيلدينج ديزاينر، هظبط حاجة في إعدادات السيف. من سيتنج هدخل على اليوزر، ومن اليوزر هدخل على بيرفورمانس وأوبريشنز، أعلم على أوتو سيف ديزاين تشينج، بحيث إن أي حاجة تعملها ترسمها يبدأ هو يسيفها عنده. في اختيار تاني سيف سيتنج جون إكزيت، أنا مبحبش أعلم عليه، بحب بس أوتو سيف ديزاين تشينج، بحيث الحفظ يبقى أول بأول. طيب وعايز برضو وانا بعد ما اشتغلت شوية حاجات، خلينا نرسم مثلا اللينير، بقول له الهاي والويتس قد ايه وابدأ ارسم. بتدوس على انتر عشان يبقى زاوية 90 بالشكل دوت، اللي هي بتكافئ اف 8 في الاوتوكاد. ممكن نرسم مثلا في فورم، هيبدأ يقول لك اكتب لي الهاي قد ايه، ترسم اللي انت عايزه، ولما تدوس سكيب يبدأ هو يديله الهاي. طيب ممكن ادخل بقى على كومبريس اوبشن، ابدأ اعلم الحاجات اللي انا عايزها، بحيث ان هو يضغط الملف، وبعد كده اقول له كومبريس فيبدأ يضغط الملف، يعني بياخد ثواني كده، 15 ثانية 20 ثانية يبدأ يضغط لك الملف لو فيه اي مشاكل. بالاخر بقول له done.